عامل ايه؟ عادل انا مش عاوزك تتكلم، انت ده بيت اخوك، مش تقولش الكلام ده. عادل انت قاعد انت ومراتك قاعد معاك ازاي؟ مالكش دعوه، انا مع نفسي مع حالي هناك قاعد بعمل اللي نفسي فيه واخد حريتي، انما في بيتك. يا انت اخويا يا انت اخويا، تعالى عيب عيب لما تقول الكلام ده. طب ادخل بس الاول شوف جماعتك. يا ابني قلت لك البيت فاضي، تعالى خش. هتكون مراتك بنفس البيت ولا حاجه؟ بس خش. مش عايز بقى بالله عليك اسمع الكلمتين دول، مش كل ما اقول لك خش يا مصطفى. سلام عليكم. تعالى هنا. مين يا عيب؟ ده مصطفى اخويا. سلام عليكم. وعليكم السلام. مش كنت قلت عشان نفرش الهاردوير؟ ازيك يا مدام؟ اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. اتفضل يا حبيب قلبي. بص بقى يا منى، هقول لك كلمتين. اخويا ان شاء الله الفتره الجايه هيقعد معانا شويه، تمام؟ تمام. اي حاجه اي حاجه. هو الحمام فين؟ هنا. تعالى اقولك. ماشي وصليه يا منى، وصليه. قلت له لو جعان يا منى ولا حاجه حط له اكل. في شبشب هنا بس. طب اعمل لك حاجه ثانيه؟ لا ولا اي حاجه. ايه وصلت الحمام؟ وصلت. مش يعني لازم توصلي لحد باب الحمام؟ لا اله الا الله. هو انت مش لسه دلوقتي حل قايل لي مصطفى اخويا وجاي يقعد معانا، واي حاجه اي حاجه عايزه تعمليها تلعبها كده ولا كده؟ غيرك ايه بس يا عادل؟ وبعدين ازاي اخويا؟ ماشي بس مش كده يعني، تمام؟ ماشي. بص يا ستي انا عايزك تخلي بالك منه. منى ركزي معايا، عاوزك تبقى عارفه ان ده يتيم الاب والام. عارفه. ومن الاخر ملوش اي حد في الدنيا دي غير انا وبس. ماشي. فنحطه في عينينا ونشيله فوق دماغنا كمان. مش في عينيا بس. انا عاوزه في عينيكي بس. ده فوق دماغي كمان. لا ولو بتعزيه 10 انا عاوزك تعزيه 100%. تمام؟ عشان خاطر ده اخويا، وانا عارف ان هو اخوكي. ده مش اخويا وبس. لا انا عاوز اخوكي وبس. لا ما هو اخويا برضه، بس هو اكبر مني برضه. اكبر منك؟ يبقى اخويا الكبير. انت بتكبرين انا بقى على كده؟ طب ما انا اكبر منه. ما علينا الكلام ده كله، ايه مش مهم، اهم حاجه انا لما اجي اروح شغلي لو هو محتاج اي حاجه. على فكره انا سايبه راجل هنا مكاني. ماشي؟ يعني هو طول ما انت مش موجود هيكون موجود هنا؟ ما تقلقيش، ده اخ واخوك انت كمان، وانت لسه قايله لي دلوقتي ده هو اخويا. ماشي؟ وبعدين مين اللي هيمشي الشغل اللي بره ده؟ عم بس يريح نفسه يومين ولا حاجه وهاخده معايا الشغل. خلاص؟ خلاص يا بنتي؟ خلاص؟ انت بتفكري في ايه؟ لا ده انا كنت بس في حاجات بس على النت عايزه اجيبها ولا لا. ماشي. لا قاعدين بس شويه فاكهه ولا اي حاجه. مراتك طيبه جدا والله يا عادل. مراتك ست طيبة جدا والله عادل ومحترم. ربنا يخليكوا لبعض يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني يكفي استقبالها ليا انها بتضحك في وشي؟ انا كنت جاي يعني عكس كده خالص من اللي انا بسمعه على ان مثلا تبقى مرات اخوك بتتعامل. بص يا قلبي انا عاوزك تيجي ماشي تاكل اللقمة وتخش تقعد في الاوضة بعد اذنك يا مصطفى. اتفضل. شكرا. شكرا. تسلم ايدك. ممكن بقى تسيبينا شوية؟ بعدين ما انا الكرسي فاضي اهوت، ما بتجيش تقعدي جنبي ليه؟ انا بحب اقعد هنا. طب امك هو انا وجودي هنا مسبب مش مشكله؟ يا حبيب قلبي خش كلي جوه. طيب عايز اخويا في كلمتين. ما تسيبها قاعده في بيتها براحتها يا عم. هي بتعمل كده بس عشان انا قلت لها ايه؟ خلي بالها منك. لا والله يا ست طيبه جدا. عقبالك يا حبيب قلبي كده لما نجوزك واحده طيبه زي كده ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبي. انا بالحق يا عادل، انت عارف المزمزيل نور اللي ساكنه جنبنا؟ اسمها ايه؟ هو اسمه ايه؟ انت عارف؟ ايوه عارف، انا عارف نور. مالها؟ عايزين نخطبها لمصطفى. بنت مصطفى زي القمر. هو بصراحه انا رافض فكره الجواز دلوقتي. ليه يا حبيبي؟ على فكره نور دي بتحبك جدا يا مصطفى. ما عملتش حاجه لمستقبلي؟ يا الله. انت فاهم ان انا لوحدي، يمكن انت واقف جنبي بس برضه لازم اعتمد على نفسي. انت ناسي ان نور دي كانت بتحبك؟
وانت كنت بتحبها؟ ايه اللي خليك تتكلم في الموضوع دلوقتي؟ ايه اللي مش جاهز يا عم؟ اخوك معاك واحنا معاك اهو. كل وقت ليه اول ان شاء الله. انا عينيا ليك في اي حاجه، انت بس شاور كده وملكش دعوه. ماشي يا قلبي حبيبي. انا هروح الشغل، انت تقوم تقعد في الاوضه تغير تظبط نفسك كده، ولو احتجت اي حاجه انا اقعد هنا. تقعد هنا في ايه؟ لا معلش اقعد في الاوضه، انا مش هحبسك بس بقول لك اقعد في الاوضه علشان خاطر ايه الجماعة برضو ياخدوا راحتهم في البيت. لا سيبه انا كده كده انت عارف. لا خلاص انا هو كلامه صح، هو كلامه صح. اسكتي، تعرف تسكتي، مالكيش دعوه. خلاص يا حبيبي ما حصلش حاجه، يعني هي ما اتكلمتش في حاجه غلط برضو. قوم غير يلا. ماشي تعالى معرفك الاوضه في ايه. وبعد ما قعدت مع مرات اخويا حسيتها بتتعامل معايا بطريقه غريبه، بس انا مستغرب من طريقتها معايا ومن طريقه كلامها معايا، ولا اكنها تعرفني من 10 سنين، مع ان ده اول يوم لنا مع بعض. بدات افكر، يا ترى ده عشم ولا بتتعاطف معايا عشان ماليش اب ولا ام؟ بس الموضوع شكله مش كده خالص. بس هو اللي انا اعرفه منها ان عادل اخويا بيحبك جدا ودايما بيشكر فيك. عادل دلوقتي كل اللي همه الاكل يكون جاهز، المكان يكون نظيف. حقك والله، وبعدين انت زي القمر وتستاهل كل حاجه. على العموم كل حاجه هتبان، بس لو هي عايزه حاجه مني فانا مش ممكن اخون اخويا. انا فكرت في كلامي انا وفيه. ويا رب اللي في بالي يطلع غلط وما يكونش زي ما انا متوقع. هو انا هضعف ولا ايه؟ هكون خاين؟ هاخون مين؟ اخويا اللي جابني وفتح لي بيته واستقبلني احسن استقبال؟ لا مش ممكن ده يحصل، بس انا هشوف اخرتك ايه. انا جبت لك بيبس اهو. لا مش هقدر اشرب، حاسس ان في حاجه بس شرخ في سيستم. شرخ خاطري يا شيخ. تسلم ايدك والله. تعب ايه يا مصطفى؟ احنا مرينا تعب برضه. مرينا تعب؟ قصدك ايه؟ هو احنا مش حبايب؟ هو اخويا بيرجع من الشغل امتى؟ عشان انا محتاج ان انا اقعد اتكلم معاه شويه. اتكلم معايا. يعني الكلام خصوصيات، يعني حاجه تخصنا، فهتكلم مع اخويا فيها. مش انا وانت واحد؟ اتفقنا. والله على العين وعلى الراس مفيش اي حاجه، وانا بصراحه احترمتك وقدرتك وحسيت ان انت جدع يعني. جدع بس؟ منك انت مش واخد. طيب وانا ممكن اقول لك على حاجه؟ وقت الشغل كلنا بنخرج مع بعض. بجد؟ ماشي انا ما عنديش اي مشكله. طيب اعرف اخويا حاجه زي كده؟ لا هيتضايق. لا هو اكيد مش هيتضايق مني، اصل عارف ان انا اخويا يعني عادي. عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل انتظرونا في الجزء الثاني. لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل مننا والله خاينه والله. 20 ده تمثيل والله. يا خاينه.